احنا السيستم هنا دايره مغلقه عباره عن احواض سمك واحواض زرع. السمك بنزل فيه ذريعه تبقى صغيره الحجم، بناكل السمك، السمك بيكبر بيطلع فضلات. في المرحله دي الفضلات دي يعتبر سمات طبيعي، بتعدي على فلتره بنفلتر فيها الميه، وبعد كده الميه بتروح للزرع. الزرع بيبقى عايم في الميه، بيمتص كل الغذاء اللي جايه من السمك، والميه بترجع تاني للسمك ميه نظيفه. البولتي للاسف السمعه بتاعته في مصر ان هي مش ان هو بيطلع في مصارف وبيطلع في بياكل اكل وحش جدا، فالناس مش بتبقى مطمنه قوي لما بتاكله. العكس بقى هنا، ان احنا السمك ده اهم حاجه عندنا في المزرعه. السمك ده هو الروح بتاعه المزرعه. كل ما السمك يبقى عايش بطريقه احسن، كل ما ياكل احسن نوع من العلف، كل ما ده بيساعد الزرع ان الزرع يطلع باحسن شكل، فهم بيكملوا بعض.